أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، امرأة منذ 4 سنوات وهي في بيت أهلها، ثم طلقها زوجها ولم يمسها في هذه المدة. امرأة منذ 4 سنوات وهي في بيت أهلها، ثم طلقها زوجها ولم يمسها في هذه المدة، هل يجوز أن تعقد على زوج آخر مباشرة بعد طلاقها؟ لا يجوز، هذا حرام، بل يجب عليها العدة لأنها في ذمة زوج، وطلقها يلزمها العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض أو 3 أطهار، هذا عام للتي كانت توطى أو التي ما كانت توطى، ما دامت في ذمة زوج دخل بها وطلقها حتى ولو لم يمسها يجب عليها العدة، إنما تسقط العدة عن التي عقد عليها وطلقها قبل الدخول، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أما هذه المرأة ما دامت قد دخل بها ثم طلقت فإنها تجب عليها العدة، سواء كان زوجها يقعها أو كان ممتنعا عنها ولو سنين تلزمها العدة، نعم، لأنها مطلقة بعد الدخول.